أنا اسمي أديب جود الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل خدمة القبر المقدس. احكي لي ليش باب كنيسة القيامة مغلق؟ طبعاً باب كنيسة القيامة مغلق بسبب الإجراءات الاحتلال بإصرارها على إنه الكنائس تدفع ضرائب. رؤساء الكنائس اجتمعوا يوم السبت صباحاً وأصدروا قرار بإغلاق كنيسة القيامة ودعوا لمؤتمر صحفي يوم الأحد صباحاً بعد انتهاء الصلوات. وطبعاً البارحة بعد انتهاء الصلوات خرجوا رؤساء الكنائس للساحة هون وقروا بيان للعامة بإغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية ضد الكنائس، فأغلقت كنيسة القيامة. طبعاً هذه ليست المرة الأولى التي تغلق كنيسة القيامة أبوابها، هذه المرة الثانية. المرة الأولى كانت ب 27/4/1990 عندما احتل المستوطنون دير مار يوحنا اللي هو مقابل كنيسة القيامة، فأغلقت كنيسة القيامة بنفس الإجراء اللي صار فيه اليوم لمدة 48 ساعة. مغلقة إلى حين ماذا؟ اليوم البطريرك أعلن إغلاق كنيسة القيامة إلى أجل غير مسمى. إحنا اليوم متواجدين في ساحة كنيسة القيامة ننتظر إنه رؤساء الكنائس تعطي تصريح بفتح الكنيسة على أساس إنه نعود نرجع نفتح الكنيسة ونخلي كل الزوار يدخلوا ويزوروا الكنيسة عادي كما كان بالأمس.